السلام عليكم ومرحبا بكم معايا اليوم. ان شاء الله فيديو جديد كما تشاهدوا لي كورس ديال ليدل. كنحاول نشارك معكم يعني جميع الاشياء هذه التقضيه ديال الشهر. كما تعودتوا دائما كنشارك معكم ديال ليدل ودلوكلير، ولا كان شي حاجه ناقصاني راه كنعاود نشريها في لاسوميت. ما نحاول نشارك معكم كل شيء، سيرتو البنات اللي ساكنين هنا كنحاول نوريهم الاشياء اللي كنخدم بها في الدار. وهذا الى عجبك الفيديو ديال اليوم ما تنساش انك تابوني او سبسكرايب وتفعلوا الجرس باش يوصلك دائما الجديد. وكنتمنى لكم فرجه ممتعه. غنبداو بالاشياء اللي تقديت لهذا الشهر. شريت كما تشوفوا معايا راه شريت الدقيق ولا لافاريت. بالنسبه ديال اللي كتعجبني بزاف كاع احسن من لوكلا. كنشري 4 كيلو دائما كنشريها في الشهر، ممكن اقل على حسب كل مره شنو. غادي نحاول نحيد اي حاجه باش تبقى الصوره واضحه اكثر. شريت لا كريم اونتياغ، شريت جوج. هذه كنستعملها للطياب والحلويات كما تعودتوا دائما راني كنشارك معكم كل شيء. بالنسبه لو سيكرون بودر ولا سنيده او السكر الخشن شريت كيلو. وشريت كذلك لو سيكرون مورسو، هذا كنستعملو على الاعتاي. وسنيده كنخليها فقط للحلويات. المهم شريت جوج من لوسيك دو مورسو. كذلك شريت زبدة، أنا كتعجبني دائما ديال ليدل، شريت هادي. شريت كذلك الطون، الطون ديال الزيت هذا أونتيغ تعجبني بزاف ديال ليدل. كنستعملو في البيتزا و كنستعملو مع لي بات كيجي زوين. شريت لو طوماط اون مورسو كتكون ديجا مقطعه. هذه كما قلت لكم دائما يعني كنشريها كندير بها مطيشه الفلفله، كندير سمحوا لي كندير تكتوكه، كندير تكتوكه ولا كندير مطيشه البيض، يعني تستعمل هذه كتسهل عليا بزاف. بيغو دو طوماط شريت هذه لحقاش ما فيهاش لو كونسيرفاتور، شريت ثلاثه صراحه زوينه كنصحكم بها ديال ليدل. شريت لو جي دو سيترون. بالنسبه للزيت خديت زيت البلديه، هذه كنستعملها فقط للطياب والاكل كنشريها من ديال صحاب العرب، كنشري ديال المغرب. وزيت المائده شريت جوج، هذه ويل دو كولزا شريت دو ليتر كما تشوفوا معايا. شريت لي سوريمي، هذا ما كنشريش ديما مي مره كنشري. بالنسبه ل كريم ديسير شريت هذا الكراميل وهذا ديال الفاني وهذا ديال الشوكولا، يعني كنشري وحده وحده وحده. وشريت ياغورت ناتشور سكري، هذا ديال لو سكر دو كان او قصب السكر صراحه زوين. كذلك خديت الموتزاريلا، هادي كنستعملها في الكيوش وكنستعملها كذلك في البيزا كتجي زبونه كتكون وسط الماء. خديت فخوماج هذا المثلث وشريت الماسكارفون. بالنسبه للشوكولا كناخد هذا كنستعملو في الكاطو، هذا فيه 52% ديال الكاكاو. خديت لو شوكولا بلون. لي زيرب دو بروفونس كذلك. وشريت الفخوماج هادو مربع، هذا الشوكولا اتاقيني تاهو زوين ديال في ديال اللوغو ديال النوازات، يعني بالنوازات مصاغوب. هادو لي باتوني كنشري كولا دالاسكا، دائما كنشريهم على حساب ولدي حيت يعجبوه. ملحة كذلك، هذا كاكاو مملح الثمن ديالو تيكون مناسب. خديت لي تخويت فيمي، هادو غندير بيهم ان شاء الله ساندويتش، نقدر نشاركو معاكم في ساندويتش غندير ان شاء الله العشاء دابا باش نتعشى. وخديت لو سكر دو فاني، انا كنستعمل ليكيب حيت ما بقاش بزاف دونك شريت هذا وبغيت لو فيرشي بصح ما بقيتهاش. وي ماما وي حبيبه سمحوا لي على ولدك هذا راه حدايا. كذلك بالنسبه لي فريت دائما كنستعمل هادو ديال الكيلو، هذه بالنسبه للفريت صراحه زبونه. وهذيك اللي تكون فيها جوج كيلو ونص كنستعملها بحال كالتورتيلا.
كذلك لقيت اليوم هادو الليمون المعسل، صراحة الثمن ديالو شي 99 سنتيم. لو غيزان سيك هادو بحال مملحات زوينين صراحة، كنشرو مرة مرة ماشي دائما. بالنسبة للفوماج خديت الليمون تاع كناخد 3 ساشي، حيت مكنبغيش ناخد ساشية كبيرة. بالنسبة لكاطا كنستعمل هذا فيه 3 فوماج، هذا خاص بكاطا. كما النصيحة اللي تنقدمو ليكم، يعني بعد ما تحلوه ولا نيشان، في حالي انا دابا كي شريتو نيشان كندير في المجمل، لحقاش واحد الناس سبق لي اني حليتو ما كنخدمش به دائما، ودونك خسر لي دائما. دابا ملي كنجيبو كنديرو في المجمل، ملي كنستعملو في لي كغاتا كيجي زوين، لحقاش فيه 3 تيب دو فروماج. بالنسبة لدونتي فخيس شريت يلاه واحد، محدا مازال عندي. بالنسبة للحلوة خديت 3، هادي ديال لامون، صراحة زوينة ديال بحال الحلوة الفيديو ديال زمان. هادو لي بيبيت دو شوكولا لقيتهم 99 سنتيم، ما تيكونوش دائما هادو، ملي كنلقاهم تنشريهم. بالنسبة لبيني خديت 6، لا اسمحوا لي خديت 5 ديال لي بيني. عاد كنت بغيت الخبز ديال كريكا ساعة ما بقيتوش. بالنسبة للروز خديت لوغي لون، هذا دغيا كيطيب فيه 10 دقايق، راه دغيا كيوجد. الحليب خديت لولي دو كرواسونس، هذا بالنسبة لولدي حيت هذا من دي موا تاع 3 زون، هو مازال ما كمل 3 زون دونك كنشريلو. ولينا خديت لولي دومي كريمي، كنشري هذا الزرق. خديت الشيبس، هذه ما كنشريهاش ديما مي مرة مرة. بالنسبة للباكيت خديت هذا دومي كويت، تيكونوا فيهم جوج، يمكن بغيت نستعملهم كنلقاهم يعني دائما تيكونوا عندي، بحيث مازال عندي في ستوك ما شريتش منه بزاف، يلا زدت واحد. هذا خاص ديال لاكويزين بابيا بسوربون، كنشري دائما من ليدل، كيعجبني لا مارك ديال ليدل حسن من لوكلا، والثمن ديالو مناسب في 4. خديت القرقاع، خديت البيتخاف، هذه ديجا تتكون مسلوقه بالماء ديالها. طوماط سوريس، شامبينيو، كما تعودتي دائما كنشري الشامبينيو، كنشري فقط 250، راه كاينه حتى 500 غرام، مي كنشري كونتيتي قليله. هادو كوطون، يعني كنستعملو ولدي صغير. بالنسبه اللي كانوا عندكم وليدات سونسيبل يستحسن تستعملو لهم هادو قطيين، تيبقى صحي احسن. هذا دائما كنشري ديال لي اميال ديال اليدين، صابون اليدين. بالنسبه لجافي كنستعمل انا هذا سبراي، يعني صراحه زوين ما بالي ما نبدلو. هادو خديت لا فيسيل، هذا ليكيد دو رانساج، هذا بو لا فيسيل الماكينه ديالي. وهادو خديت دائما كنستعمل شريت جوج، المهم هذا بلا لا فتح الماء بيدي. بالنسبه لو بابي كويسون كنشري هذا، لحقاش يكون فيه 30 ورقه، احسن من هذاك اللي كيكون رولو كامل، زعما ننصحكم بهذا. خديت واحد جو دورونج. بالنسبه للماكينه خديت لي سيف ليكيد، خديت هذا صراحه زوين حتى هو ديال مارسيل. خديت الخس وخديت لي كوش، بالنسبه لولدي راه دائما كنشري له دو كوش في الشهر. هادو هما الاشياء اللي شريتهم، نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم، ولا عجبك الفيديو ديال اليوم ما تنسينيش ديري لي لايك وتابوني او سبسكرايب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد، واهم شيء انكم تبارطاجيو باش العائله ديالنا تكبر. وشكرا على التتبع ديالكم الى فيديو اخر ان شاء الله. يلا السلام عليكم.